في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وبناء على معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين تموشنت، مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تعمل على ترويج المؤثرات العقلية ليتم إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة من أجل إطاحها بشبكة إجرامية وطنية. العملية أسفرت على توقيف 6 أشخاص يتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 36 سنة وحج 3189 قرص مهلوس من نوع بريغابالي 300 ملغرام من صنع أجنبي ومبلغ مالي قدره 22,000 دينار جزائري من عائدات الترويج، وكذا 7 هواتف نقالة وجهت للمشتبه فيهم جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد ارتكاب جناية، جناية الحصول وشراء قصد البيع ووضع للبيع والحيازة والنقل والتخزين بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، جناية التهريب على أعلى درجة من الخطورة تمس بالصحة العمومية باستعمال وسيلة النقل. سوف يتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.